مؤمنين بقدرتهم على التغيير، حافز دفع هؤلاء للالتقاء في مجموعة أولاد حارتنا، مجموعة شبابية قررت تسخير نشاطاتها التطوعية لخدمة قريتهم. هي مجموعة شبابية فلسطينية صفافية بتتكون تقريبا من 30 عضو، مقسمة لأربع لجان عشان تهتم بالبلد. عندنا لجنة أكاديمية ثقافية، لجنة فنية، لجنة انتماء وهوية، ولجنة اجتماعية. كانت فكرتنا إنه نرتقي بالعمل التطوعي بدور تفعيل دور الشباب بالمجتمع الفلسطيني، فكنا كمجموعة صغيرة كنا تقريبا 13 عضو، شفنا إنه إحنا بنقدر نطور بالمجتمع. ومستغلين فضاء الشبكة العنكبوتية التي اختاروها لتكون نقطة انطلاقهم، بلور هؤلاء الشباب أهدافهم وروجوا فعالياتهم المتنوعة من إطعام الفقراء في الشهر الفضيل وترفيه الأطفال بنشاطات مختلفة. احنا موجودين بزمن اللي صارت مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، كل هاي المواقع هي المستحوذة كل عقل الشباب، ويعني فيش هاي الأيام أي شاب بدون ما يكون عنده حساب على الفيسبوك مثلا. فاحنا استغلينا الفرصة كوسيلة لأنه نوصل لأكبر شرائح من المجتمع نتواصل معها. يعني عملنا أول شيء جروب، مثلا إحنا انطلاقتنا كانت جروب على الفيسبوك اسمها مجموعة أولاد حارتنا، وبلشوا كثير ناس من بيت صفافة ينضموا لإلها، وصلنا لعدد 2500 شخص فقط من بيت صفافة. فصار أي خبر مثلا، حتى أي مش بس له علاقة بمجموعتنا كمجموعة في البلد مثلا، يحطوا، والناس صارت أكثر تحاول تفوت وتحاول تقرأ، فصار زي نوع وسيلة اتصال بين للبلد كلياتها. اليوم إحنا عنا بيج، طورنا لبيج يكون أكثر إن إحنا مسيطرين عليه. نشاطات متنوعة هي ما تقوم بها أولاد حارتنا، يحلمون بتوسيعها لتصل لكافة مدن الأراضي الفلسطينية. طموحنا الأول طبعاً إنه نطلع عن نطاق قرية بيت صفافة، بنحلم إنه نصير نسوي مشاريع على نطاق القدس وحتى على نطاق فلسطين. طموحات تحاول تخطي صعوبات الدعم والتمويل لتبقى نشاطاتهم تدور في فلك التبرعات الفردية. بفعاليات مختلفة تشمل كافة الفئات العمرية، إذن يحيي هؤلاء الشباب أيام رمضان مستذكرين عادات هذا الشهر الفضيل ومضيفين روح العطاء على الجديد منها، لتلتقي كلها تحت سقف رسالتهم التي تصبو إلى التغيير. من بلدة بيت صفافة في القدس، أنسام سلمان، لليوم على الحرة.